السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو دي معكم مغاير للفيديوهات السابقة. عملت لكم جولة في ميركادونا. المرة اللي فاتت كنت عملت المواد أو المستلزمات الحلويات، وهذه المرة بقوا معايا مع مستلزمات النظافة أو لا برودكتوس دي لمبيسا، يعني مواد أو الأدوات للنظافة. بقوا معايا باش تشوفوا الفيديو. أول حاجة عمدة معكم هذا فريغونا أو لا، ما نعرف اللغة العربية هذه اللي ما كنعرفهاش، بحال جفاف فريغونا، الثمن ديالها 1 أورو 60. كاين بزاف الماركات بحال هادو 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 هادو، ولكن انا سبحان الله ما كنعمل حتى شي وحده من غير هادي اللي فيها بحال الشعيرات، غزاله كديبس مزيان، كتنظف يعني الارض مزيان. هنا شطاطب، هادو المعتمدين عندي دائما، حتى هي هادي اللي كندي انا البيت ديالي، كاينه صغيره كاينه كبيره، وكاينه قاصحه. انا هادي اللي كتشطب بها الدار ولا كتشطب بها الارض، يعني ماشي للزربيه، مجرد الارض. كاينين هادو كنمسحو بهم الغبره حتى هما، هادي عندي فما عشريهاش، يعني جيت نشري اليوم الحاجه اللي تقادات لي واللي ما وقعت لي شي. هادو دجاج كيعملوا أورو 50. هادو العكاكس د الشطاطه بالفريغونا. وهادو البنات نصيحه اروع، مناديل للتنظيف او للكوزينة، فاجيتاز دي كوزينة، كيعملو جوج أورو 20. الصراحة ملي جيت لسبانيا هما المعتمدين عندي، ما كنبدلهمش ابدا. كنشري باكيطي فيها ثلاثة، واحدة كنعملها البانيو يعني الحمام، واحدة المطبخ الكوزينة، وواحدة كنخليها للدجاج. كاين ماركات اخرين ولكن والو، سبحان الله هادو ما كيمسحوش مرة، هادو حتى هما ما كيمسحوش، ولكن هادو الروعة للغبار، الزجاج والمطبخ بصفة عامة وللحمامات. هادو مناديل لتنشيف الأواني أو للمواعين، هادو القشوع ملي كنغسلو القشوع باش كنلبسو القشيعة ديالنا، هادو هما روعة، تا هما الثمن ديالهم مناسب، واحد باكيتي كيجي فيها جوج، تا هما اليوم غنديهم. بالنسبة للناس اللي عايشين في اسبانيا يقولون إكرام هادشي قديم، حنا كنعرفوها ماشي غتجي تقولولنا، ولكن أنا كنعطي هاد الشي اللي الناس اللي مساكنين شي. هادو هاد المناديل هادو حتى هما كنستعملو من الجاج، هاد الحلفة حتى هما روعة. هاد الفيديو عملتو خاص للناس اللي عندها العائلة ديالها في اسبانيا، تشوف هاد المواد وهاد برودكتوس باش توصيهم يجيبوهم يجيبوهم لهم مني هنا. هادي الحلفة السلك غزالة حتى هي، الثمن ديالها 70 سنتيم. مهم صراحه انا قلت لكم هذا الفيديو عملته خاص باش نبين الادوات التنظيف اللي كنستعمل في البيت ديالي. هذا هو صمد القشوع اللي كنستعمل في البيت ديالي، كيشبه نفايري، حتى هو كونسنترادو يعني مزيون كيرغوي بزاف. هذا الكبير حتى كنكون هابطه المغرب عاد كنهبطو للدار ديالنا. فهادو مجموعه من المواد النظافه. هذا البانيو صراحة هو اللي كنشري دائما، وكنشري واحد البخاخ، ما كنخليش في قرعه كبيره، كنعملو داك البخاخ باش كنغسل به اللابابو الحمام وداك الشيء كامل، وملي كيتقادى حيتاش هذا فيه 3 في 1، اذا لاحظتوا فيه بحال لي خيام، وفيه منسم وفيه منظف، يعني معطر وليخية ومنظف، ثلاثة الحاجات في واحد، ولهذا كيعجبني نشري، وكنصحكم البنات تشريوها. يعني راهي هي مكتوبه الليخية، يعني هو جافيل، يعني كينظف وكيعطي الريحه حتى هو. هذا حتى هو خاص بالبانيو، ولكن هذا عادي، حتى هو كنت كنشري شحال هادي، ولكن اخر احسن، الثمن ديالو رخيص، يعني أورو 30 سنتيم، ماشي غالي. هذا المدجاج اللي موجود في ميركادونا اللي كنستعملو، هذا الاخضر حتى هو اللي كنديو دائما البيوت ديالنا حنا العائله، ولا كنهبطو حتى المغرب، كتنظف به كلشي، الدجاج اللوح يعني كلشي كيتنظف به. هذا امونياكو، كاين واحد هذا فيه الريحه يعني برفومي، واحد عادي، هذا لتنظيف الحمامات حتى هما. هذا حتى هو اللي كدعمل ليمبيادور اوغار، يعني كد فحال كتمسح به كلشي، تقدر تمسح به الجلد اللوح الدجاج اي حاجه، كتعمل شتي في الماء وكتراغوي وكتمسح. هذا كيتا غراسا اللي كيزول الدهون، فانا دائما هذه هي المعتمده عندي، دائما كنشريها، فيها صابون تخميسه ولا صابون مارسيجا، فيها غزاله. وهذاك اللي وريتكم دابا عاد خرجت جديده حتى هي كنستعملها، ولكن هذه المعتمده دائما. هادو الماد التجفيف اولا فريغاسويلو اللي كنعملوهم كنمسحو بهم الارض ديالنا، انا دائما كندي هذا الزرق، هذا كيعجبني، ولكن اليوم غنبدل، عندي معكم واحد نوري لكم كيف نوا. بالنسبه للخيا اولا جافيل، كاين هذه برائحه الحامض الليمون، وكاين الزرقاء، دائما كندي اما هذه اما الزرقاء، الثمن ديالها مناسب. هذه الزرقاء هذه كتعمل 70 سنتيم، حتى هي اذا
كتحتاج للحمام وتحتاج هيدا تصبنوا بها مناديل المطبخ ملي كتمسحوا بهم ليدام ولا كيتوسخوا لكم الزعفران ولا شي حاجه. فهذا هو اللي كندي انا باش كنمسح به الارض ديالي، حتى هو غزال ليمبيادور كونسنترادو، يعني مركز مركز وفيه النسمه دايلوفيرا، يعني برفومادو دايلوفيرا، حتى هو غزال كنعمل منه غلاقه في السطل ديال الماء وكنجفف به الارض ديالي. وهذه واحد كيتا غراسا ما كانتش شحال هذه، هذه الخضره دابا خرجات ودابا بغيتو ديوها وكتعملوها في داك البخاخ، ملي كتقاد لكم عاد كتكبوا منها، حتى هذه كتجي غزاله ومزيانه وكتزود الدهون. وانا هذه ماما مدمنه عليها، كتعجبها بزاف، كتقول لي غير كنرش الدهون كامله كتهبط بالكوزينه، حتى هي غنديها. مهم انا كما قلت لكم قصدت هذا الفيديو باش نوري لكم مواد اللي كنستعمل انا في التنظيف في البيت ديالي، والباقي طبعا كل وحده معتمده على مواد ديالها. هذا سوابي سانتي او معطر للملابس، مره كندي هذا الزرق ومره كندي واحد اخر اللي ما عندي، هذا بجوج بهم اللي كنعتمد عليهم، هذاك وهذا اللي مكتوب فيه سبا. هذا الثمن ديالو ما كيتعداش 2 اورو، يعني 1.80 اورو، وفيه ريحه غزاله كيخلي الملابس منعشين. بالنسبه للصابون الماكينه او اللابادوره، فانا كنستعمل هذا صابون مارسيجا، ماشي علاش انه رخيص او لا غالي او لا، كاين اريال كاين ويب كاين بزاف الماركات، ولكن انا هذا كيعجبني لان كيحافظ على الملابس البيضاء والملابس السوداء، يعني بجوج بهم. اما ويب كيكشف الحوايج كحال، واريال هيداك، ولهذا انا هذا المعتمد عندي، كيخلي الحوايج غزالين فني. نصحتني به واحد اسبانيوليه، يعني قالت لي ان هذا من سنين هي كتعملوها، هما الماركات موجودين الينا. هذا كان صابون يعني دامانو باليد، اذا بغيتي تصبن شي حاجه باليد، كاين اريال كاين ويب كيما قلت لكم، كاين الماركات عديده ومتعدده، ولكن كل ست كتعتمد على الماركه اللي كتعجبها. انا كيعجبني هذاك مارسيجا، يعني الصابون تخميسه. هادو حتى هو ديترخينتيس اولا الصابون ديال الغساله، ولكن ليكيد، كاين روبا فينا يعني كيعمل غير 1.49 اورو، يعني بحال صابونات بحال كاميسيتات خفافين. هذا بحال اللي ديت انا، هو ليكيد صابون مارسيجا، الصراحه هو اللي كيعجبني بزاف في الملابس، كيخليهم رطبين. هذه اللي خيان الملابس بالالوان روبا دي كولوريس، الثمن ديالها 1.60 اورو، يعني اثمنه مناسبه الصراحه. اللي خياد هادي دلابادورات الحوايج بويات 1.93 اورو. بالنسبه لبابي الفران او ورق الزبده اللي كنستعمل دائما ملي كنبغي نعمل شي حلويات في صينيه الفران، فهذا هو اللي كنشري 1.30 اورو، دائما كنشريه انا ميركادونا. بزاف ديال البنات كيسقسوني فانا كنشريه ميركادونا. هذا وهادو البنات كما لاحظتوا هنايا، داك هذا بابي الفيلم اللي قلت لكم كنستعمل دائما، هو الثمن ديالو مناسب ب 1.20 اورو. وهادو داك بلاستيك غذائي اللي كنعملو في المجمد، كاين كبارين اللي عندهم داك السرادوره اللي كيتشدو من فوق، كاينين صغارين كيب 1.20 اورو، كاين 90 سنتيم. فهادو من هنا البنات كنشريهم، اللي عايش في اسبانيا وسقساني في الكومنتاريو على القناه ديالي مين كتشريهم، فانا كنشري ميركادونا وموجودين في سوبر ميركادوس كاملين. فهذه جولة كانت خفيفة ظريفة عفوا مع مواد النظافة في ميركادونا. اللي بغى شي حاجه هنا جبران، وريتكم الحاجات اللي كنستعمل. وهادو طبعا المنسمات ولا المعطر الجوي، انا كندي هاد بلانكا هادي مثلا اذا طبخت السمك ولا ملي كنكمل الطبخ كنرش في البيت كامل، ولا بعد التنظيف في البيت كنرشو. هادو بعض المعطرات تقدر تعملها في الحمام، تعملها في الصالون، تعملها في بيت النعاس، كيبقى الاختيار لكم. بعض الشميعات فيهم رائحه القرفه ورائحه الفاني، يعني مخلطين. وهادو خاصين تحت بهاد ثم كتلاحظوا هادي فيها ريحه الشاي، 1.50 اورو 1.61 سنتيم. هادو بعض المعطرات خاصه بالسيارات، حتى هما كندي منهم وصافي. دابا جيت الجهه اخرى اللي كنعمل فيها البابي ديال الكوزينه ولا السريبطه ديال الكاغيط الكوزينه، فانا كندي هادو ثلاثه كيتقامو رخاصين، هاد الثمن ديالهم 1.74 اورو، وكيصبروا يعني في الكوزينه ولا في المطبخ. وكاين واحد هذا كبير 2.89 اورو، حتى هو ما شاء الله كيقوز بزاف. بالنسبه لهاد الاكياس عفوا حشاكم للزباله، كنحتاج هادو حتى هما كنديهم، الثمن ديالهم مناسب كيعملوا اورو شي حاجه. بابي خنيكو كاين بزاف ماركات وبزاف تشكيلات، فانا كندي هذا فيه 6 و6 فيه 12 ما كيعديش 2 اورو.
فهما بزاف موجودين هنايا كما كتلاحظوا، ماركات متعددة والأثمنة، كاين اللي غالي كاين اللي رخيص. فأنا هذا اللي كندي في 12 حبة، هاهي كتلاحظوا كيعمل جوج أورو 5 سنتيم. هاد العصير هو اللي كندي أنا المعتمد، تا هو نهار ما كيكونش عندي عصير البرتقال فريش فهو كندي باش كنطحن به العصائر باتيدوس اللي كيديو البرتقال. القهوه الصراحه كنت قطعت هذا من زمان، انا من عشاق الشاي ولا الشاي الاخضر المغربي، ولكن شهيته في هذا رمضان قلت ندي. كاين هاد سانتا كريستينا حتى هي مزينه، وحقا انا ديت اخرى حتى هي غزاله، هاد ماركاس سايمسا كذا مجد اورو شي حاجه ناتورال، يعني هذه قهوه طبيعيه. وصافي هادو بعض البسكوتات اللي انا المره اللي فاتت كنت عملت معاكم بعض المشتريات المستلزمات الحلويات. اليوم كنت خصني نعمل فيديو خاص غير بهذه مش حاجه النظافه والتنظيف. هاد ياغورت بغيت نوري لكم هو اللي كنستعمل في الصلصات، ان شاء الله نعمل معاكم شاورما الدجاج، طلبوها مني بزاف ديال البنات كنستعملها في الصلصه. وبزاف الحاجات كنستعملو في الكيكات اولا في العجينات الفطائر. هاد الياغورت هذا عندي الايه ديالي كتحماق عليه، كيتما كتعرفوا العيال صغارين كيعجبهم داكشي شوكولات وديك الحلويات ملونه. بالنسبه للزبده كنت شاركتها معكم مره اخرى، فهذه اللي كنشري انا دائما الثمن ديالها اورو 50 ميركادونا. وبالنسبه للخميره الطريه حتى هي موجوده في ميركادونا اللي ما كيعرفهاش، فهي جوج باستيات كيعملوا 34 سنتيم. بالنسبه لهذا العصير صافي بحال داناب ولا ياغورت ليكيد كنديه دائما انا الايه للمدرسه، صراحه كيعجبها بزاف ساهل وخفيف. وبالنسبه للياغورت انا الصراحه ما عندي شي مع الياغورت ولا دانونيس بزاف، كنشري ساعه ساعه اما هذا كيكون فيه العسل والشوفان والسري والحاجه والقمح، وهذا حتى هو كيكون فيه الفواكه الجافه والقمح يعني الكركاع ولا زودك الشيء، يعني كنقولوا هذا شويه بحال كنعملوا به الريجيم، ولكن ما عندي شي مع دانونيس. كيعجبني في رمضان نعمل الحاله في البيت احسن. بالنسبه للزيت هذا اللي كنستعمل دائما زيت نباتي، الثمن ديالو 99 سنتيم ماشي حتى اورو، هانتوما كتلاحظوا واحد اللتر حسب 10 دراهم ديالنا بالمغرب. صراحه ميركادونا فيها مواد رخيصه وفي نفس الوقت كاليداد، هادو مايونيز كيتشوب هاد المسائل كامله بقالي في الطرف على داعي الدقيق كون شربت معكم. هذا عديد من العصائر طبعا، انا ضد هادشي دائما كنستعمل عصائر طبيعيه في البيت احسن، هالالوان والاشكال والمذاقات. ولكن صراحه واخا رخيصه واحد الاورو، ولكن من الاحسن في رمضان الانسان يعمل عصائر طبيعيه باش تعطيه واحد القوه نهار كامل. بالنسبه للماء هذا المعتمد عندي هنا 6 القراعي، كل قرعه فيها يطر ونص، الثمن ديالها 1 أورو 20 سنتيم يعني 22 درهم. كنقول انا 10 دراهم 12 دراهم 12 دراهم 6 القراعي، راهي اورو 20 سنتيم 12 القراعي د الماء يطر ونص ب 12 دراهم 6 القراعي 12 دراهم، جوج دراهم من القرعه د يطر ونص. وحنا ما شاء الله قرعه سيدي علي ولا سيدي حرازم مؤخرا قال لك عملات القرون شي 7 دراهم ولا 10 دراهم ولا ما عرفتش شحال كيعملوا لها. المهم هاد واحد المواد التجميل بحال كريمات بحال السيرات شامبواني سخيل هادشي كامل ان شاء الله. واذا بغيتو نشارك معكم الفيديو المقبل بهاد المواد هذا ما عليكم غير تخليو لي اقتراحاتكم في التعليقات وان شاء الله نشارك معكم. هنا بعض الفواكه كنديها لان انا ديما كنقول لكم حسب عدد الاسره، فانا ما كنبغيش ندي بزاف باش ما كتخسر لي شي وكرميها، ديما كندير بعض الحاجات 4 تفاحات 4 كيوي فريسه رجبرتها هنا رخيصه ولكن باقا لي في المجمد. بحال دابا البنان عاود كندير 4 5 ما وداد ديت كميه كبيره فهي غتخسر لي، والفساد اللي ما انسان يخسر الحاجه ويرميها ما كاينش علاش، من الاحسن يدي الحاجه اللي غياكلها. المهم هادو بعض الفواكه ديال ميركادونا. المانجو اليوم رجبرت عندهم فيه الرخا شويه، ديت واحد الحبه كيعجبني نعملو في العصير. وكاين المهم بعض الفواكه الموسميه دابا خرجات بحال البطيخ بحال الدلاح، صراحه ولكن ما كاينش بحال المغرب البطيخ والدلاح، هو البطيخ والدلاح ديالنا اروع حاجه. صافي انتهيت من المشتريات ديالي اليوم، ديت المواد التنظيف اللي قلت لكم، عملت معكم جوله خفيفه وظريفه، كنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. دابا هبط في السنسور باش نمشي للكراج
واش نتوما في حالي كتجبروا صعوبه، ما كتجبروش اللي يمشي معاكم باش تعملوا التقضيه مثلا 15 يوم ولا سيمانه. فانا دا في حالكم ايا في مدرسه وانا بوحدي تي كجور، يعني خصني نصور وخصني ندي وخصني نعمل في الطوموبيل، يعني تماره. وكنتمنى ما تكونوش في حالي، عندكم اللي يعاونكم. مهم صافي، فهنا انتهيت. دابا غنعمل هنايا المسائل ديالي كامله في السياره، وغنوري لكم في الاخير واحد الطرق، واحد الحيله واش كيعملوها المغاربه كاملين ولا غير حنايا ولا غير انا. المهم غنوريها لكم ان شاء الله. من بعد ما صافي عبيت السخره ديالي كامله، دابا داك هذا الكارو هذا اللي كنتسخروا فيه دائما ما كيكونش الصرف، ما كتكونش هي واحد الاورو ولا 50 سنتيم، فانا دائما كيكون عندي اما درهم اما 5 دراهم. ملي كنهبط المغرب كيشيط لي الصرف، كنخليها نتوما كتلاحظوا 5 دراهم د المغرب، فهي كتقضي الحاجه وكتخرج لك يعني هذا الكارو السخره ولا نسيت شنو كيقولوا له. فهذه كانت مشترياتي، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديما ينال استحسانكم. الى اللقاء مع فيديوهات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.